البداية كانت في 25 من شهر مارس 2015 عندما قررت إنشاء قناة على اليوتيوب، وهذا هو أول فيديو قمت برفعه في اليوم التالي بعد إنشاء القناة. كنت أتكلم في ذلك الوقت بالدارجة المغربية يا أصدقاء. بعد نشر ما يقارب 5 فيديوهات من لعبة الهالف لايف قمت بالوقوف عن الرفع في اليوتيوب لأنني كنت أسجل بحاسوب المحمول، وكانت حرارة الحاسوب المحمول تصل إلى ما يقارب 80 درجة. لذلك قررت الوقوف عن رفع الألعاب في اليوتيوب لكي لا يضيع حاسوب المحمول، وقررت الانتظار إلى أن أقوم بشراء حاسوب جيد. الحمد لله يا شباب، قمت باستثمار جميع المال الذي كان موجود لدي من العمل، لأنني كنت أعمل يا شباب من قبل. بعد مرور 6 شهور، وخصوصا في تاريخ 29 من سبتمبر، عدت إلى اليوتيوب، ولكن تفاجأت يا شباب بأنه كان لدي 16 مشترك ولم يقوموا بإلغاء الاشتراك. فقلت أوه، مع الأسف 16 مشترك، يجب علي العودة ورفع الفيديوهات لهم ما داموا مشتركين في القناة، يعني أنهم يريدون المزيد من المحتوى. فكان أول فيديو أرفعه عند العودة هو فيديو خاص بGTA 5، وفي اليوم التالي قمت برفع بعض من فيديوهات ارك سرفايفل ايفولفد، وكانت لدي العديد من المشاكل يا شباب. هو أنني لم أكن أتكلم باللغة العربية جيدا، فظننت أن الأشخاص عندما سيشاهدون الفيديوهات لن يستطيعوا الاشتراك لأنني لم أكن أتكلم باللغة العربية جيدا، وكذلك لم أكن أعرف كيف يجب علي تقديم الفيديوهات إلى آخره. نعم، كانت لدي العديد من المشاكل يا شباب، ولم يكن يهمني عدد المشتركين واللايكات إلى آخره، تلك الأشياء فلم تكن تهمني يا شباب، بل كان يهمني فقط أن ألعب وأقوم برفع الألعاب على اليوتيوب ومشاركة الألعاب والمتعة مع الأصدقاء. وكان لدي هدف يا أصدقاء، هو أن يعرفني العديد من الأشخاص ويصبح لدي العديد من الأصدقاء. لذلك بدأت أذهب إلى منتدى ستار تايمز وأقوم بإرسال رسائل للأعضاء هناك لكي أقوم بإشهار القناة، لكن مع الأسف يا شباب بعض الأشخاص لم يريدوا مساندتي، والبعض الآخر لم يهمه الأمر. لكن كانت هناك فئة صغيرة لكنها شجعتني، قالت لي لديك فيديوهات مميزة، ما شاء الله عليك، واصل يا بطل. وقمت بالمواصلة يا شباب، وبدأت ألاحظ أن العديد من الأشخاص الفيديوهات التي كنت أقوم برفعها يا شباب، رغم أن الجودة كانت ناقصة جدا، ورغم يا شباب أنني لم أكن أستطيع التكلم باللغة العربية، لكن الفيديوهات عجبتهم. لذلك قمت بالمواصلة لكي أعطيهم المزيد والمزيد من المحتوى المميز. لكن أنا أتكلم الآن يا أصدقاء وأتكلم بجميع الأحاسيس والأشياء التي عشتها يا شباب. صراحة لم أكن أصدق تماما أنه يوم من الأيام سوف أصل إلى أكثر من 1000 مشترك، وخصوصا بهذه السرعة في أقل من 6 أشهر يا أصدقاء. ما سأقوله لكم يا شباب هو أنكم رائعون، رغم المشاكل رغم العوائق لكنكم ساندتموني منذ البداية. لا أعتقد بأن الشكر كفيل بأن أوصل لكم مدى سعادتي بوجودكم في حياتي. أحبكم يا شباب، هيا بنا لكي نستمر ونتقاتل لكي نصل إلى أزيد من 10,000 صديق. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.